ومتقدم أكتر من لاعب سعد ومحمد نجيب. تتلعب المرة دي على القائم الأول. أدي المتابعة وأدي التسديدة في جول. جول 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 كريم نيدفيد. كريم نيدفيد يطلق صاروخ أرض جو على شمال السد العالي، ولكن دي ما فيهاش سد وما فيهاش حد. كرة من كريم نيدفيد لا تصد ولا ترد في الدقيقة 18، تعلن عن هدف أول وفرحة أولى واختراق أول لشباك السد العالي علشان الولد الولد الشاي كريم نيدفيد. بص شوف الصاروخ طالع ازاي، صاروخ لا يصد ولا يرد رغم خبرة السنين ورغم محاولة عصام الحضري لإيقاف الصاروخ المصري الجديد، ولكن كريم نيدفيد لا يصد ولا يرد ويعلن عن تقدم المارد الأحمر.